استحماله الخطير جدا للمية الباردة جدا، وانه يعوم مسافات مهولة لساعات طويلة جدا، وفي نفس الوقت انسان. يعني كل حتة يروحها في اوروبا، في امريكا، في كندا، كانوا مسمينه نايل كروكودايل، مساح النيل. نبيل طبعا منورنا في ليالينا، وفيلم مهم جدا تمساح النيل. مبدئيا التسميه كده، انت اللي مختار لعبد اللطيف ابو هيف التسميه دي، ولا ده اسم عالمي انت شايفه؟ انا اخترت التسميه دي لسبب واحد فقط، ان هو كان مشهور بيها مش هنا في مصر بس، في انحاء العالم. يعني كل حته يروحها في اوروبا، في امريكا، في كندا، كانوا مسمينه نايل كروكودايل، مساح النيل. فانا قلت بما انه مشهور بالاسم ده اخلي الفيلم اسمه كده. يعني ايه 20 سنه فيلم وثائقي؟ لا، هو ابتدى من 20 سنه، لكن انا ما قدرتش اشتغل عليه واخلصه خلال 20 سنه دول، لان كان ناقصني ماتيريال مهم جدا ومش لاقيه، اللي هو المسابقات الدوليه بتاعته. ويعني انا صورته في بيته، وصورته في اسكندريه، وصورته في نادي الجزيره، بس كان ناقصني ماتيريال. العرض في مهرجان القاهره كمان شايفه ازاي؟ وهل ده تكريم اضافي كمان عبد اللطيف ابو هيف؟ ده تكريم جامد جدا، لان اولا ده فيلم وثائقي اتخذوه خارج المسابقه. يعني هو خدوه لاهميته فقط ومن غير مسابقه. يعني انا مش متوقع جايزه، انا جايزتي انه اتعرض هنا طبعا. عايز اعرف الفيلم عامله حضرتك للمهرجانات، ولا ممكن يبقى للجمهور يتشاف في يوتيوب او يتشاف على منصات تانية؟ انا ما عنديش مانع انه يتشاف في اي حتة، وللجمهور في اي حتة، واليوتيوب في اي حتة، لان انا نفسي الناس كلها تشوف وتعرف كتير عن الراجل ده. اكتر حاجة مميزة في شخصية عبد اللطيف ابو هيف حبيت تبرزها من خلال فيلمك ايه؟ استحماله الخطير جدا للمية الباردة جدا، وانه يعوم مسافات مهولة لساعات طويلة جدا، وفي نفس الوقت انسان. زوجة حضرتك طبعا المنتجة مريان خوري كانت متحمسة بشكل كبير للفكرة؟ اللي تحمس اكتر للفكرة اخوها جابي خوري اللي هو انتج. مظبوط. بس هي كمان كان دعمها ايه، وهي كانت مساندك ازاي كمان؟ ساعدتني في كل بكل امكانياتها، وكانت متحمسه جدا يعني. اكيد. هل في مشاريع قادمه ليك بقى بشكل او باخر الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ لا، لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه جديده يعني. ان شاء الله. متشكر. الله يخليك. متشكر قوي.